متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم حنا تنتواجدوا في مقر مقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء بعد الأحداث الدامية اللي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003. يعني رادار تاع السلطات العمومية ورادار الحكومة توجهت لهذه المقاطعة هذه من أجل يعني إقلاع حقيقي لهذه المقاطعة والقضاء على الجيوب تاع السكن الغير اللاقق. تبذل مجهود كبير في هذه المقاطعة من أجل القضاء على السكن غير اللاقق، ولكن مع ذلك ما زالت هذه الظاهرة قائمة في مقاطعة سيدي مومن. علاش هذه المقاطعة ما قدرتش تتجاوز هذه المعضلة؟ وعلاش واش المنحة المخصصة من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء كافية لهذه المقاطعة؟ واش المرافق الموجودة لسكان تيصل العدد ديالهم واحد 500,000 إلى 600,000 كافية لهذه المقاطعة؟ من أجل مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى نستضيف في هذه الحلقة هذه من برنامج كازا سيتي نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن. سي المرحلي، بعد الأحداث الدامية اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء 16 ماي 2003، يعني رادار تاع الحكومة ورادار تاع السلطات العمومية كلها يعني توجهت إلى مقاطعة سيدي مومن ودخلت واحد الملايير تاع الدراهم لهذه المقاطعة من أجل إقلاع تنموي ومن أجل مصارحة كان هذه المنطقة مع المنطقة ديالهم. ولكن رغم مرور السنوات تلاحظوا بأن هذه المنطقة ما قدرش تدير واحد الإقلاع حقيقي، علاش في رأيك؟ أولا تستحضروا واحد الأحداث الدامية التي نستنكرها ونشجبها، أكيد الذكرى كتبقى الدرس والعبرة. المنطقة والمقاطعة ديالنا ديال سيدي مومن دارت إقلاع تنموي حقيقي أم لا؟ هذا سؤال عريض كبير يحتاج إلى جلسات ولقاءات و ومناقشات. انا لا اخفيك ان سيدي مومن قبل 2003 ماشي سيدي مومن بعد 2003. هناك تغييرات، هناك تطورات، هناك تحسينات حصلت في المقاطعه، لكن المطلوب اكبر من المتوفر واكبر من اللي هو اللي تحط لهذه المقاطعه هذه. باش جيري واحد المقاطعة في واحد 600,000 نسمة إلى 700,000 نسمة، واحد مجال جغرافي يمتد إلى 49 كيلومتر مربع. صراحة حنا دخلنا لخانة الجامعات اللي عندها أكثر من 500,000 نسمة. إذا يعني سيدي مومن بوحدها خصها وحدة المدينة، بوحدها خصها جامعة. إلى لجينا نقولوا أن المقاطعة سيدي مومن ممكن نقسموا على الأقل جوج مقاطعات، فآل الأوان أن سيدي مومن تكون جامعة، آل الأوان التفكير علاش لا سيدي مومن تكون تحظى بعمالة وإقليم، علاش لا؟ لأنه صراحة المطالب كثيرة جدا والمشاغل متنوعة ومتفرعة خاص اهتمام أكبر، هذا لا نناقشه. لكن الإقلاع كاين، الوتيرة والسرعة نختلف تقديرها، نختلف أيضا في تقدير النتائج، لكن أنا أقول أن سيدي مومن على مر المجالس المتعاقبة كانت هناك حصيلة، كان هناك واحد الإقلاع، كان هناك واحد تنمية تختلف حجم، يختلف حجمها وسرعتها. ولكن من خلال يعني جولة قصيرة في مقاطعة سيدي مومن تيبان لنا ديك المظاهر تاع البداوي ما قدرش يخرج من هذه المنطقة هذه. واش لان هذه المنطقه قريب يعني بين قوسين لواحد المناطق اللي هي قرويه، ولا شنو هو المشكل بالضبط؟ سيدي مومن ما نقولوش كاين بداوة، هناك مظاهر التريف التي هي منتشره في جميع مقاطعة الدار البيضاء، خاصه المقاطعات اللي فوق الاطروت القديمه، بحكم انه المجال مفتوح. احنا الان امام مجال مفتوح فيه المجال الحضاري يمتزج بالمجال القروي. حنا عندنا واحد المجال يمكن نسميه شبه قروي اللي هو اهل الغلام، والان بدا يتم ادماجه داخل المجال الحضاري. اذا لفتنا اهل الغلام اللي يتابع علينا غنلقاو مجالات اخرى اللي هي يغلب على الطابع البدوي. حنا قدام السبت تيطم الليل عندنا جهه الشلالات، وبالتالي هذا المجال المفتوح كيخليك امام هذا المظاهر. هذا لا يعني انه رحنا داخل المجال اللي هو مجال سيدي مومن ما كاينش فيه كثير من المظاهر ديال البداوه. هذا الشيء بطبيعه الحال عنده اسباب ومسببات، وفي المحصله كاين النتائج. حنا نسعى جاهدين ان شاء الله في المجلس الحالي وحكما كما كان الاخوه اللي قبل منا ان هذه المظاهر تنقص، ما غاديش نقضيو على باش نكونوا واضحين، نقص واحد الدرجه من الدرجات ونرقاو بسيدي مومن الى المصف ديال المقاطعات الحضاريه اللي خصها
تبوأ المكانه ديالها. سيدي مؤمن كما قلت واحد الكثافه السكانيه جد مرتفعه، عدد سكاني كبير جدا، حنا اصبحنا منطقه جذب واستقطاب للساكنه خاصه الساكنه الاجتماعيه. عرفنا كمقاطعه واحد العمليه كبيره جدا سميتها عمليه اعاده الاسكان، عمليه الادماج كذا. فبالتالي لا المقاطعه ديال سيدي مؤمن كمجلس، لا المجلس المدينه كجماعه، لا الجهه مشكوره الان عندها واحد التوجه، عندها واحد الرعايه خاصه بسيدي مؤمن كما المقاطعات والجامعات الاخرى اللي كتكون جهه الدار البيضاء. خاص الدوله في شخص الحكومه في اطار الوزاره ديال السياسه ديال الاسكان وسياسه المدينه تعطى المقاطعه واحد العنايه خاصه باش اننا نحاربوا ما يمكن محاربته من ظواهر مثل هذه الظواهر ديال البداوه. هضرت على اعاده الاسكان، يعني سيدي مؤمن كانت معروفه بالمجموعه من الكريانات، اتخذت واحد المبادرات باش تحيد واحد الكريات اللي هي كريات كانت تاريخيه، ولكن رغم ذلك باقي واحد المجموعه من المدن الصفيح اللي بغينا نقولهم. علاش سيدي مؤمن عاوتاني ما قدرش يعني تقضي على هذه الظاهره؟ هذه الظاهره ديال الاحياء السكنيه العشوائيه الصفيحيه منها والايله السقوط هي ظاهره عندنا ممتدة وعميقة داخل مقاطعة سيدي مؤمن. تاريخيا كان سيدي مؤمن في واحد عدد كبير ديال الدواوير وديال الأحياء وديال الكريانات، دار مجهود جبار خاصة بعد الأحداث الإرهابية اللي ضرب الدار البيضاء. جلالة الملك مشكورا وحفظه الله حل إلى المنطقة في 2005، وكان التوقيع ديال هذه العمليه امام صاحب الجلاله باش هذه الدواوير يتم القضاء عليها، خاصه كريان طومه والسكويله والرحمنه. العمليه بدات مباشره في 2007، الحمد لله استطعنا ان نجحنا بتضافر الجهود، لا سلطه محليه مشكوره، لا منتخبين، لا حكومه، لا مواطنين، لا جمعيه المجتمع وغيرها من المتدخلين، استطعنا ان نقضيو بشكل او باخر على بعض من هذه المشاكل السكنيه خاصه مع السكويله ومع طومه. وشنو المشكل تاع المشاكل الاحياء السكنيه اللي باقا تصر على البقاء؟ ونضافت اليها بين قوسين نضافت اليها دور اهل الغلام، عفوا دوار الغاليه، وبعض الاحياء القصديريه المتناطره هنا وهناك. الظاهره مازال ملحوظه ومازال اننا كنعيشوا هذا الاشكال ديال السكن العشوائي. عندنا اكبر كريان دابا كاين هو كريان رحمنا، وعندنا الدواوير ديال اهل الغلام السكنيه، وعندنا للاسف سكان الكريان ديال سيدي مؤمن القديم. الان الاوان انه دار خطة عمل جديدة، وكنظن أنه الحمد لله راه منطلقة، دار واحد الإحصاء مباشرة من وراء انتخابات، تعاود ثاني زيارة فعيل المكان، كان واحد الهدم خاصة في سيدي مؤمن القديم وفي استكمال الهدم في طومة، كاين واحد الهمة وإرادة باش نقضيو على السكن العشوائي في سيدي مؤمن. لكن كيبقى عندنا الاشكال الكبير هو كريان رحمنا. الاول انا اعيد واكرر، ماشي من المعقول، ماشي معقول يبقاو الساكنه ديال هذا الكريان هذو كيعيشوا في سنه 2022 في مثل هذه الوضعيه ديال السكن. عيب وعار ان نلقاو مثل الناس عندهم اشكالات، لا في السكن، اشكالات لا في المرتبطه بالتطهير السائل، المرتبطه بالتزويد بالماء والكهرباء، يعني كاين اشكالات. انا اهيب بالجميع المتدخلين انهم يعطيوا العنايه الفائقه لهذا الكريان، ودور اهل الغلام ايضا، وكريان سيدي مؤمن القديم حتى هو كاين مجهود جبار الان كيدار، خصنا نسرعوا بالاخراج ديال هاد المجهودات هذه باش ان هاد الناس هادو حتى هما ينعموا بالحق في العيش الكريم، في السكن الكريم، لان هذا حق دستوري، والدوله مجهوده راه كدير واحد المجهود كبير خصها تتمه وفي اسرع الاوقات وبافضل المخرجات، لان مابغيناش نديروا ثاني نحيدوا كريان ونديروا سكن عشوائي اخر بمخرجات اخرى بصور اخرى، وما نكرروش بعض التجارب اللي
ماشي صحيحه، خصنا نديروا شي حاجه اللي هي في المستقبل. الا خدنا سيدي مومن وخدنا الحي الحسني، هما المناطق في الدار البيضاء اللي اكثر استقطابا للمشاريع السكنيه اللي تدخل في اطار السكن الاقتصادي، ولكن هذا الشيء ما تيواكبوش احداث مجموعه من المرافق الاجتماعيه ثقافيه رياضيه، كاين واحد الخصص كبير في هذا الجانب. انتم كمقاطعه سيدي مومن مع مجلس مدينه الدار البيضاء، بما ان الجماعه الدار البيضاء هي اللي يعني مكفول لها ان تسن بهذه المرافق الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه، واش عندكم شي خطه بديله من اجل يعني توفير هذه المرافق للسكان تاع سيدي مومن؟ على كل التنسيق مع جماعه الدار البيضاء. على كل بعد انتخاب المجلس وتكوين المكتب المسير، هذه القضيه ديال المرافق الاجتماعيه والبنيه التحتيه الخاصه بالمقاطعه حطيناها كهاجس من الهواجس وكشغل من المشاغل اللي خصنا نخدموا عليها باش اننا على الاقل نحققوا واحد النسبه مرتفعه في هذا الاطار هذا. وقبيل قليل كنا في المكتب المسير مع السيد الرئيس عبد الرحيم الطاس مشكور والاخوان النواب وبقيه المكونات ديال المجلس، ترنا هذه القضيه هذه ديال التجهيزات الاساسيه ديال المقاطعه. وفعلا في اطار الانفتاح وفي اطار العمل الحثيث باش اننا نكونوا سفراء وممثلين ديال المقاطعه خارج المقاطعه حتى خارج مجلس المدينه. الان فاتحين مجلس العماله في شخص الاخوه اللي كاينين تما وعلى راسهم السي بورجا احمد مشكوران، مفاتحين هنا مجلس الجهه في شخص الاخوه اللي كاينين تمايا وعلى راسهم السي محمد بن رحيم، مفاتحين على بطبيعه الحال الحكومه لان عندنا نواب ثلاثه كلهم كينتموا للتحالف الحكومي، لا الاخوان ديال حزب الاستقلال لا الاخوان الاحرار لا الاخوان ديال الاسرى. فهاد الهاجس مطروح وكل هاد الاحتياجات اللي هي مطروحه اللي هي كتهم المقاطعه، لان ما هو موجود ومتوفر على الارض الواقع لا يلبي الحاجيات اللي هي متزايده ومرتفعه ديال الساكنه اللي كما قلنا راه تفوق 600,000 نسمه الى اكثر من 700,000 نسمه. اذا حنا اللي هو متوفر الان حنا بصدد اعاده تدبيره بشكل عقلاني ويحل لنا بعض مشاكل هذه الاحتياجات. ايضا قبيل قليل كنا في اطار الحديث اننا نديروا واحد اتفاقيات وشراكات مع المصالح الخارجيه الاخرى المنتميه لوزارات اخرى، الثقافه والشباب التعليم علاش لا، كاع اللي عندنا في معاه ومعنا فيه علاقه ومعنا في التراب ديالنا علاش لا اننا نجلسوا معاه في اطار اخذ ورد وعطاء وكذا، ندرسوا هذه الاشكاليه ديال تدبير المرافق لقلتها لان الاحتياجات كثيره، ولكن كيبقى ان العدد قليل، ولكن ممكن اننا في تدبير افضل واحسن مما كان اننا نلبيو بعض الاحتياجات على الاقل واحد النسبه مهمه ومعتبره داخل المقاطعه. من بين اللي تينتقدوا نظام وحده المدينه تيسدلوا بسيدي مومن، تيقولوا لان وحده المدينه ما عطاش سيدي مومن المكان ينتظر منها، الامر اللي خصو يستدعي اعاده نظر في هذا النظام وحده المدينه وتعاود هذيك النظر تاع المجموعه الحضريه وتكون جماعه سيدي مومن جماعه مستقله ماليا وذاتيا. واش اتفقت مع هذا الراي هذا؟ على كل ملي كنتكلموا على الجماعه كنتكلموا على التسيير اللي فيه مداخل وفيه نفقات. الناس اللي كيستدلوا على ان تكون سيدي مومن جماعه خصنا نقلبوا على المداخل الماليه، واش غادي نقتصروا فقط على مساهمه الدوله في الميزانيه ديال الجماعه؟ كيبان ليا ان هذا الشيء ما غيعطيش ما ينتظر، بالعكس حنا الان بصدد جلب مشاريع اللي عندها تمويلات كبيره جدا وغتجي من خارج سيدي مومن على راس مجلس مدينه الدار البيضاء، مثلا شارع عمر الخطاب غادي يساهم ان شاء الله مجلس المدينه بواحد 60 مليون درهم. 60 مليون درهم اللي كنتي انت كجماعه راه كنظن صعب انك توفر 6 الملاير كفائض باش انك دير تجهيز. اذا حنا الان اننا نفكر باننا نديروا وضع خاص تدبيري للمقاطعه ديال سيدي مومن كيبان لي هذا من السابق لاهوانه. يمكن تكلموا على وضع خاص من ناحيه ديال لا مركزيه ولا تمركز. يمكن الان سيدي مومن تكون عماله علاش لا، يمكن سيدي مومن ان ما تبقاش مقاطعه واحده تولي جوج على الاقل
كل هاد الاقتراحات وكل هاد الافكار يمكن يتم دراسته، ولكن بشكل عقلاني، بشكل اللي يخدم المصلحه ديال ساكنه سيدي مون. فقط ما نقولوش ان سيدي مون استفدش من مجلس مدينه الدار البيضاء وحده النظام، لا، لعل الربط ديال خط الترامواي مثال كبير ومثال واضح انه هو راه استفدنا، لعل شق بعض الطرقات وكذا راه استفدنا، لعل المساحة الخضراء، هناك كثير من المشاريع اللي احنا استفدنا في اطار وحده المدينه، ولكن الاول اننا تعطى سيدي مون وضع خاص، لان نظام وحده المدينه لا يقوم على فلسفه المساواه وعلى فلسفه التكافؤ الفرص، لا، الفلسفه ديال العداله المجاليه، العداله التدبيريه. راه ما يمكنش انا مثلا غندير واحد المشروع اللي هو معين، نجيو حنايا نعطيو المجلس المقاطعه سيدي مون بحال مقاطعات اخرى، لا اسمي باش ما نقلقش شي اخوان ولا شي حاجه، لا، ولكن هذا امر واقع. مقاطعات محدوده في المجال، محدوده في العدد، ما خصهاش تساوى مع سيدي مومن او الحي الحسني او عين الشق او غيره، هذه المقاطعات اللي هي ممتده وكبيره. هنا غندخلوا للباب تاع المنحه، البعض يقول ان مقاطعه سيدي مومن ما خصهاش تكون المنحه ديالها تساوي المقاطعات الاخرى اللي كما قلتي محدوده جغرافيا، المشاكل ديالها قليله. واش تتفق مع هذا الراي ولا ان المنحه خصها تكون يعني متساويه مع جميع المقاطعات؟ المنحه كيحددها القانون. تنشيط محلي، تنشيط وتدبير محلي. ماشي معقول باش انه نلقاو كمقاطعه سيدي مومن ماشي كتاخذ بحال المقاطعات المحظوظه بين قوسين، اقل من هذه المقاطعات المحظوظه. ايوا مقاطعات كثيره، رجعتي للميزانيه ديال 2021 اللي صدقنا عليها باش تخرج، باش تكون هي ميزانيه 2022 باردون، راه كتلقى ان مقاطعات اقل عددا واقل مساحه كتاخذ اكثر من، وحتى اقل تجهيزا، حتى بدلاله التجهيزات كناخذوا الغلاف المالي المخصص او المنحه المخصصه للمقاطعات. الاول ان احنا كمقاطعه سيدي مومن، كمقاطعه شبيهه بسيدي مومن، انها تعطى اولويه ماليه زائده واضافيه. وحنا ما نخفيوش عليك، لا السيد الرئيس، لا الاخوان في المكتب، لا الاخوان الممثلين ديال مجلس المقاطعه في مجلس المدينه، هذا العام هذا ما غاديش ندوزوها سهله، لان دوزناها وخلينا اننا خدنا اقل من مليارين، في حين ان مقاطعه اقل خدوا اكثر من مليارين. حنا الان لا، راه ثلاثه المرير وما قداش تسير مقاطعه سيدي مون. هضرنا على الفلوس، كاين واحد المشكل اللي تتعاني منه الدار البيضاء بصفه عامه ماشي غير مقاطعه سيدي مون، هو باقي استخلاصه. هذا باقي استخلاصه يعني منذ سنوات طويله وتتم الحديث على هذا الموضوع، علاش الدار البيضاء ما قدرش يعني تلقى الحل لباقي استخلاصه؟ لان باقي استخلاصه كما تيعرفوا الناس هو انه حل من الحلول من اجل توفير واحد السيوله الماديه باش نلحق نديروا مشاريع. مورد مالي للموارد. صحيح، باقي استخلاصه معضله ماليه لحد الساعه ما استطعتش جماعة الدار البيضاء، وكنظن حتى الجماعات الاخرى ما استطعتش تحل في المغرب. بطبيعه الحال اسباب متعدده، نبداو من الاداره من الاداره الجماعيه الى اخر عنصر اللي في العمليه اللي هو ذوك الملتزم اللي هو خصو يصرح بفلوسه، اللي خصو يؤدي الفلوس اللي عليه. اذا حنايا هذا المشكل اللي هو هاوس ومطروح، اللي يقدر بحوالي ثلاثه الميزانيات السنويه ديال الدار البيضاء، واحد 1000 مليار يعني ضائع، نكونوا واضحين. فاللي ما نقدروش ندخلوه ما نسميوش. هذه المداخل اللي هي النهار اللي ما كديروا في جيبك راه ما خدمتيش. الفلوس اللي ما هي اصلا محسوبه في الوراق ما نحسبهاش عليا، علاش غادي نحسبها؟ والاو نديروا تحيين عملي ونديروا واحد التوعيه وتحسيس كبيرين، الناس اللي ما مخلصينش يجيو يخلصوا. هذا واجب وطني، واجب اللي هو يمكن نقولوا تا واجب ديني، باش الواحد يكون اخلاقي تجاه المدينه ديالك، باش انك ما نضيعوش هذه الاموال الطائله اللي يمكن تعاوننا باش اننا ننميو الموارد الماليه ونديروا مشاريع متعدده. انا مع هاد الملف، خصنا نديروا ليه واحد الوقت محدد على الاقل في هذا المجلس ويتم تصفيته.
ما تقولش ليا نبقاو نجرو الاثار التاريخيه والزمنيه السابقه ونفكروا في بدائل ماليه اللي تخلي جماعه الدار البيضاء تمشي في مصاف الجماعات الاستثماريه التنمويه. راه الاوان نبدلوا من هذيك الافكار ديال اننا نبقاو جماعه اللي هي كتبني الاحلام ديالها والمشاريع ديالها حتى المداخل اللي يجوا من خارج العمل والاستثمار ديال الجماعات المغربيه. مشاكل ماليه كبيره في مدينه الدار البيضاء، ولكن نكتفوا بهذا الحد. السي عبد الغني المرحاني، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.